اول سنه السنه دي تزور معرض اوتوماك؟ لا دي تاني سنه. وايه راي حضرتك في المعرض السنه دي؟ كويس وجميل ومنظم حلو قوي، بس الاسعار غاليه. السنه اللي فاتت كان مقبول اكتر، مع انه ما اعرفش ليه الغلا ده يعني طلع. تقريبا الفرق في الاسعار ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت قد ايه؟ يعني تقريبا يعني اعطيك تجربه، انا اشتريت نيسان سنترا السنه اللي فاتت 254، والدولار هو انا اجنبي مش مصري، يعني انا جايب دولار وجاي دلوقتي الدولار هو 18 زي السنه اللي فاتت، دلوقتي 325. لا الاسعار طبعا غاليه جدا. انا نازله معايا عربيه فورد فوكس وعايزه عربيه قويه زيها، فالاسعار معديه. يعني عشان اجيب عربيه زي اللي معايا المتحمله كنت جايباها ايه ب 160,000، كنت جايباها ب 160، النهارده العربيات فوق ال 500 الفورد. الشباب اللي عايز يعني اللي هيسكن في مناطق نائيه او مناطق بعيده محتاج عربيه عشان توديه وتجيبه. طب انا اشجعه ازاي؟ يعني اشجع الشباب ده ان انا اقول له روح اسكن في حته بعيده، هيسكن ازاي وهي محتاجه عربيه عشان توديه ينتقل؟ اشجعه يروح للمنطقه البعيده دي. الكهرباء بس انا اسعارها عاليه شويه، انا متوقع ان لو الدوله تدعم سعرها شويه، لان هي حاجه جديده لازم تشجع الناس ان هي تشتغل بيها. كمستهلك هو مش هيفرق معاه البيئه، بس هيفرق معاه السعر، فهي نازله بسعر عالي قوي. كنت بسال تقريبا داخله في 350، عربيه صغيره قوي، فده مش هتمشي بالسعر ده خالص، محتاج يبقى فيه تدعيم. اسعار مبالغ فيها جدا، ومنتظرين باذن الله الغاء التعرفه الجمركيه لكي يتمكن غالبيه المواطنين من شراء العربيات اللي يحلموا بها. كلها قريبة من بعضها، يعني نفس الأسعار كلها قريبة من بعض. إيه رأيك في الأسعار السنة دي؟ والله الأسعار عالية يعني، بس كلهم يعني شبه بعض، يعني في النهاية مش حاسس إن في فرق كتير في الأسعار، لكن ممكن يبقى في فرق في الكواليتي ما بين ماركة وماركة، لكن الأسعار قريبة كلها من بعض. يعني أنت عارف شايف الأسعار السنة دي معقولة ولا مبالغ فيها؟ لا 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 عالية، لا عالية، عالية طبعًا. غالية، غالية جدًا. غالي الصيني غالي جدا. احنا كنا في معرض القاهره الدولي، كنا عندنا عربيه كيا اتفرجنا عليها، احنا كنا بنتفرج على الصيني ما كناش بنشتريه. احنا جبنا اصلا عربيه كيا بس مش صيني، ما رضيناش نجيب، وكان ارخص من كده بكتير. دلوقتي الصيني غلي بطريقه مش معقوله. الناس يعني عربيه ب 300 و 500,000، ايه ده؟ صيني و 300 و 400، كتير قوي كتير. لا احنا يعني الحمد لله معانا العربيه، يعني نحمد ربنا عليها ومش صيني، الحمد لله نحمد ربنا عليها وشكرا.